وعودة للخبر الأبرز، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنهاء أعمال كوبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الأوتوستراد قبيل حلول شهر رمضان المعظم. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي تضمنت عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع، مرورا بالكباري الجديدة على الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي. وقد حرص السيد الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، خاصة على كبر تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الأوتوستراد، موجها سيادته بسرعة انتهاء الأعمال قبيل حلول شهر رمضان المعظم. المنطقة اللي احنا فيها دي يا فندم تم حفر أكثر من 200 ألف متر في تربة صخرية باستخدام المعدات الميكانيكية لتجنب النسف لوجود منطقة سكنية. وتم ردم أكثر من 350 ألف متر مكعب باستخدام أعلى معايير الجودة. طيب احنا هنخلص امتى؟ ان شاء الله في خلال شهر 3، يعني قبل رمضان ان شاء الله. مش كده؟ ان شاء الله خلصنا اللوبات وكل شيء والرمبات بجميع الاعمال التكميليه وحتى ابتداء القمر الصناعي. خلص خلص، يعني كده هيبقى المحور انتهى تمام ان شاء الله يا فندم. هي نقطه الربط على طريق الاستراد. هل انتم شايفين في حاجه تانية ممكن تيسر للمنطقه هنا الحركه بتاعتهم ممكن نعملها؟ التقاطع ده يا فندم كان دايما مزدحم لان الاستراد طريق رئيسي مع دخل زهراء المعادي وحي المعادي، فاحنا دلوقتي يا فندم قدرنا نحرر الحركه تمام. طيب انا بتكلم بقى على المنطقه دي كلها. تمام سيد. هل في حته او في حركه تانية محتاجه مننا نوسع المحاور، نزود حاره ولا حارتين، او نزود كباري نحرر الحركه فيها، بحيث ان الحركه انا بتكلم الحركه العموديه اللي عليها. تمام. على كل حال تمام. انا بقول الكلام ده عشان لو كان ده مجال انك انتوا تفكروا فيه فكروا ندرسها يا فندم ويتم العرض على بس تمام. حاجه تاني؟ تمام شكرا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الجولة التفقدية للسيد الرئيس تضمنت عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وقد حرص السيد الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية. السلام عليكم. نحو حسابات الكفراوي بيبدأ من صينية القمر الصناعي، مرورا بتقاطعه مع محور الاستراد، ومرورا بمنطقه زهراء المعادي، ويتقاطع مع محور الطريق الدائري على كوبري لساتك مش عارفنا عليه يا فندم، وبينتهي عند نفق الاسمرات يا فندم. المحور ده يا فندم بياخد القادم من مناطق جنوب القاهره والقادم من حلوان وطريق السيد الحر، وبيربطه مع شرق القاهره في اتجاه العاصمه الاداريه عن طريق عده محاور يا فندم. المحور الاول محور الدكتوره سميره موسى. المحور ده يا فندم بيبدا من نفق الاسمرات، وبيتقاطع مع محور الشهيد، ومحور المشير محمد علي فهمي، ومحور اللواء عمر سليمان، ومحور المشير طنطاوي حتى شارع جمال محمد علي. ومن القادم من الجنوب لمناطق شرق القاهره ومناطق العاصمه الاداريه عن طريق محور اللواء عمر سليمان اللي بتقاطع مع محور محمد علي فهمي ومحور الدكتورة سميرة موسى. وكذلك بينقل القادم من الجنوب للمناطق دي عن طريق محور المشير طنطاوي. الطريق ده يا فندم برضو بيربط القادم من الجنوب بمناطق شرق القاهرة وطريق السويس، ووصولا لمطار القاهرة الدولي عن طريق محور شينزو آبي، مرورا بمنطقة مدينة نصر ومدينة الأمل. كذلك يا فندم المحور ده بيربط ما بين مناطق الجنوب ومناطق شمال القاهرة وغربها عن طريق محور امتداد المشير ومحور جيهان السادات. يبقى كده يا فندم المحور ده نقدر نقول ان هو بيربط مناطق الجنوب بالكامل القادم من حلوان ومناطق جنوب القاهرة. ده المحور رقم 8. تمام. ان احنا قلنا المحور بتاع طريق السويس نفسه ده محور. تمام. يربط الشرق بالغرب. تمام. ويربط شرق القاهرة
وامتدادها لغايه التجمع ولغايه السويس ولغايه العاصمه الجديده بالمدن اللي موجوده عليها، صح كده؟ ثم عندي بعد كده محور او كوبري سمير غانم، مش كده برضه؟ وده بياخدني من شينزو ابي ويكمل لي لغايه التجمع الاول، صح كده؟ مظبوط. اللي انا عايز اقوله هنا ان احنا مش بنقول للناس ان احنا ربطنا بس كده، احنا عملنا تعدد وتنوع في وسائل الانتقال من الشرق لشرق القاهره بشكل مريح جدا جدا، بحيث ان انا قربت ما خليتش ناس النهارده وهي بتتحرك من وسط القاهره مثلا في اتجاه شرق القاهره ما يبقاش عنده غير مثلا محور السويس او مثلا محور المشير طنطاوي. لا، ده انا عملت في ريال اشرف، مش كده؟ مظبوط. عملت ده، عملت عمر سليمان ادي محور تاني، مش كده؟ مظبوط. عملت حسب الله الكفراوي اللي احنا بنتكلم عليه. اذا انا مش فكره ان انا ده، انا بقوله هنا مش عشانك انتوا اللي عاملينه، لكن انا بقوله عشان الناس ايه تبقى عارفه احنا ليه عملنا كده. عملنا محاور كتير ليه؟ عشان اوزع حجم وكثافه العربيات الكتير قوي اللي كانت القاهره ما تستوعبهاش على الاقل في المنطقه ديت، ويبقى النهارده الناس عندها اكتر من 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 مسار حركه يخدم على كل واحد طبقا لاقرب نقطه ليه، اقرب حاجه للسكن بتاعه او للعمل بتاعه. ادي نقطه. واحنا شغالين بعد كده في الغرب طبعا بنفس الطريقه، يعني احنا شغالين في الغرب عشان نعمل شبكه طرق اخرى لغرب غرب النيل، يبقى او غرب القاهره ان شئتم تسموها كده. انتوا هنا المفروض هتعملوا حاجه توصلكم لغايه صلاح سالم من فوق النفق، هنطلع على الوصله بتاعت المقطم على الجبل. ايوه فندم. ونوصل لغايه نعدي المقطم نفسه، مش كده يا فندم؟ ايوه. ونوصل بيه لغايه صلاح سالم. مظبوط يا فندم. انت... في كوبري هيتعمل في الصينيه يا فندم من عند شارع 9. تمام. المهم انتوا اللي شغالين في ده، مش كده؟ امتى ميعادنا؟ احنا لسه فندم سيادتك عيننا امبارح في التصميمات والكلام ده، لكن انتوا قدامكم بعد التصوير توصل لكم 3 شهور. تمام. كتير؟ تمام يا فندم. ان شاء الله مش كتير ولا قليل بصراحه. كتير يعني ان شاء الله يا فندم. احنا انا عايز اقول لك على حاجه، انتوا شفتوا الموضوع ده بيعمل ايه في الناس؟ طبعا. بيفرج عليهم؟ ايوه طبعا. بيوفر لهم وقود؟ طبعا. مش كده؟ طبعا. بيريحهم؟ طبعا. طيب انت عايز توريني ايه؟ بننفذ يا فندم الاعمال الصناعيه على المحاور الرئيسيه لتحرير التقاطعات يا فندم على المحاور. محور سيادتك حسب الله الكفراوي احنا نفذنا عليه يا فندم 6 كوبري ونفق يا فندم. تم تنفيذ كوبري اعلى الاوتوستراد يا فندم، وده بيحقق ربط كامل مع طريق الاوتوستراد. ثم تم تنفيذ يا فندم 3 اعمال صناعيه نفق و2 كوبري لتحرير الحركه مع الطرق الداخليه بمنطقه زهراء المعاد يا فندم. ثم تم تنفيذ كوبري اللي هو حسب الله الكفراوي اللي سيادتك مشرفنا عليه يا فندم اعلى الطريق الدائري لربط المحور بالطريق الدائري، وسيادتك تم تنفيذ نفق الاسمرات لتحرير الحركه مع المتجه يا فندم لمحور الدكتوره سميره موسى ومحور عمر سليمان ومناطق المقطم. سيادتك محور الدكتوره سميره موسى فندم ده عليه 4 كباري يا فندم، في كوبري بيحرر الحركه مع محور الشهيد وده بالفعل يا فندم منفذ وجاري العمل بثلاث كباري، محور المشير محمد علي فهمي ومحور عمر سليمان ومحور المشير طنطاوي. وسيادتك كوبري اللي على محور المشير طنطاوي ده فندم يعني هيوصل ارتفاعه لحد اكتر من 25 متر وهيعدي اعلى المونوريل، وتم التنسيق مع الهيئه القوميه للانفاق يا فندم. اللي عند المناره. اللي عند المناره سيادتك. تمام. وفي سيادتك محور عمر سليمان يا فندم اتنفذ، وسيادتك محور الدكتوره سميره موسى فندم هيوصل لحد شارع جمال محمد علي لحد كوبري البطله في ريال فندم اعلى طريق الدائري، يبقى احنا كده ربطنا المحور بمناطق القاهره الجديده ومنها للعاصمه يعني الاداريه. انت عملت محور موازي للدائري. بالظبط يا فندم. مش كده؟ بالظبط يا فندم. وده اللي احنا عايزين نقوله للناس ان احنا مش هنكتفي بس بالدائري، ممكن نتحرك عليه، الناس اللي متحركه ممكن تروح داخله تعدي الكباري ديت وتمشي موازي للطريق دون المرور بالطريق الدائري يا فندم. ماشي. في سيادتك محور عمر سليمان يا فندم ده متنفذ يا فندم بالفعل ومتنفذ عليه 3 اعمال صناعيه. شوف ده اخر محور اللي احنا كنا بنتكلم فيه. تمام. من اول طريق السويس وسمير غانم وفريال اشرف وعمر سليمان والمشير طنطاوي، ده اخر حاجه. تمام. ده اخر ايه؟ ده اخر محور. ده اخر محور. ده اخر محور اللي سيادتك مشرفنا عليه. سيادتك برضو محور عمر سليمان يا فندم بيربط كده يا فندم المحور حسب الله الكفراوي
مربوط بمحور عمر سليمان. محور عمر سليمان يا فندم اتنفذ عليه ثلاث اعمال صناعيه عشان نحرر الحركه يا فندم، مع محور الشهيد ومحور احنا ممكن نقول للناس ايه؟ ان المحاور دي بالكامل خلصون. متحرره الحركه عليها تمام سير، بحيث ان هي ما بقتش في اي اعاقه وهو ماشي على الطريق يلاقي حد تقاطعات يعني تقاطعات او كلام من هذا. تمام. وانت هتعمله كوبري مش كده يا محمد؟ مظبوط. الكوبري اللي هو عند مدخل الاسمرات مش كده؟ تمام مش كده؟ أيوة. عشان تدخلني على هنا مستريح بعيد عن اللفه اللي مش كده برضو ولا تمام إيه؟ انتوا اللي هتعملوه ان شاء الله يا فندم. طيب. باذن الله. وسيادتك محور شينزو، محور شينزو يا فندم عليه يا فندم 15 عمل صناعي، 12 يا فندم بالفعل تم تنفيذهم وجاري تنفيذ ثلاث اعمال صناعيه يا فندم، عمليا عند منطقه جاردينيا، ودول يعني خلاص فندم يعني اكاد يكون انتهينا منهم. والمحور اللي بيحرر الحركه فندم مع الكوبري اللي بيحرر الحركه مع محور الشهيد، علشان سيادتك ما نخلقش تقاطع مع محور الشهيد مع محور المشير مع محور شينزو ابي، وده سيادتك يعني واصلين نسبه تنفيذ 50%. وفي سيادتك برضه فندم من ضمن يعني على رمضان يكون خلصان. تمام سيادتك، شاكرين. احنا معانا في رمضان ان شاء الله باذن الله. شاكرين. سلام عليكم.